في نشرة أخبار المواطنين. أنت الصحافي، اطلبونا على 58 550 707. يا فم احلى غدو، اهلا وسهلا، مرحبا بكم وين ما كنتم موجودين. هذه حلقه جديده من مع الناس، انتم اللي تاثوها على خاطر ناخذوا اخباركم انتم واصواتكم انتم، هي اللي توصلوا مشاغلكم وين ما كنتم موجودين، في اي جهه في اي منطقه في تونس. مرحبا بكم وباتصالاتكم على 58 550 707، تتصلوا بينا وتكونوا حاضرين انتم واخباركم اللي كلها مهمه بالنسبه لنا. اسامه صافي في الاعداد، امينس في الاخراج، اليوم ايمان وايهاب على اف ام تي في، معكم جيهان بن عبد الله، وهذه حلقه اليوم من الجمعه 30 نوفمبر. مع الناس في نشرة أخبار المواطنين، أنت الصحافي، اطلبونا على 58 550 707. شبهات فساد بخصوص المساكن الاجتماعية في صفاقس، موضوع البحث على الكنوز من جديد، أما المرة هذه من سليمان، الحقيقة بإصرار شديد منا واهتمام كبير للموضوع هذا، باش نعاود نرجعوا مرة أخرى لموضوع التونسي اللي توفى في ليبيا بعد غياب 17 سنة ما روحش لتونس. مع الناس في نشرة أخبار المواطنين، أنت الصحافي، اطلبونا على 58 550 707. البداية مع شبهات فساد في المساكن الاجتماعية بولاية صفاقس. حسب الشهادة اللي جاتنا واللي قول صاحبها انه بلغ على وجود شبهة تلاعب في قائمة الحاصلين على مسكن اجتماعي في معتمدية ساقية الزيت، وقت اللي المواطنين اكتشفوا اللي القائمة تضم أعوان دولة منهم عمدة في المنطقة، وقت اللي من المفروض إنها تمشي للمحتاجين وأصحاب الدخل المحدود، وهذي اللي نعرفوها الناس الكل والمفروض يصير. شنو تفاصيل الموضوع هذية وشنو موقف السلطة خاصة في مداخلة مع المواطن الصحفي فريد سعديوي؟ أهلا وسهلا، مرحبا على EFM. مرحبا بك أختي، مرحبا بالمستمعين. مرحبا سي فريد، هو موضوع يهمنا برشا على خاطر يهم فئة هشة متوينسة محتاجين ومستحقين المساكن هذو ما أكثر من غيرهم، هذيك علاش عطينا الموضوع أولوية كبيرة برشا، ومعك أنت نحبك تمدني بكل التفاصيل اللي تمكنت منها سي فريد. بكل التفاصيل، ومرحبا بك ومرحبا بجميع المستمعين. احنا اصحاب، نحن اصحاب الجهه منطقه سيدي صالح ومعتمدية ساقية الزيت، ومن بعض الاشخاص اللي احنا صابين بسيتنا في 2012، واللي ما تذكرتش وما تفتتش جمله من 2012 حتى 2020، وبالرغم احنا مشينا وعملنا تذكير في 2020 وما تحصلناش عليه، على خاطر خاطر المعتمد السابق نتاع ساقية الزيت هو اللي وعدنا بالمساكن هذه الاجتماعية، واحنا ناس فقراء ومتضررين وعندنا ما يثبت ذلك. وبالنسبة للمنطقة سيدي صالح، الأكثر كثافة سكنية في معتمدية ساقية الزيت. سي فريد، خليني نمشي معك بالتدرج، كيفاش عرفتوا أنه فما شبهات فساد بخصوص المساكن الاجتماعية هذه؟ كيفاش وصلت لكم المعلومة؟ والله المعلومة احنا مشينا عدة مرات، اتجهنا عدة مرات المعتمدية ساقية الزيت، ولقينا القائمة النهائية اللي مذكورة فيها الأسامي المعنية. القائمة كانت منشورة للعلن للناس الكل، كانت منشورة للعلن، ودخلنا اتصلنا بالمعتمدة ساقية الزيت، لقينا أسامي مذكورة بما فيها معمدة سيدي صالح ونسيبه، هذوما اللي كانوا قبل في منظومة سابقة كانوا في حزب سابق. لا علينا، مش مهم، ما يعني مش المفيد. واتصلنا بالمعتمد واتصلنا بالمعتمد الحالية ساقية الزيت، وذكرنا لها الأسامي المعنية، قالت أنا رفض كلي وتنصلت من مسؤوليتها في هذه القائمة. رفض شنو بالضبط؟ رفض كلي أن موجودة شبهة فساد في هذه القائمة، وقالت أنا لا، هي الوحيدة اللي ما أمضتش على هذه القائمة. ورفض كلي. سي فريد، انتم تحققتم ما ينجمش يكون فما تشابه اسماء مثلا بين اللي موجودين في الليسته والعمده السابق ونسيب؟ انا معتمد، انا صاحب منطقه، انا من منطقه سيدي صالح. بالنسبه لعمده سيدي صالح هو جاري ونسيبه جاري، معناتها اكثر ناس نعرفهم انا موجودين حاليا، لكن بتوجهنا السيد معتمد ساقية الزيت، وجهتنا للسيد الوالي وكتبنا مرسول رسالة
عاجله للسيد رئيس الجمهوريه ورساله عاجله للسيد وليد صفاقس، وتم قبولنا وتمكيننا من مقابلته ووعدنا بفتح تحقيق في هذا الغرض. وبالنسبه سي فريد، قداش من الملفات اللي تم قبولهم الليست هذه، قداش فيها من شخص اللي تم قبول ملفاتهم باش يتمكنوا من المساكن الاجتماعيه هذه في منطقه سكن؟ هي 155 مسكن 155 مسكن. فما العمده ونسيبه، شكون اخر تشكوا انه فما شبهه فساد تحوم حول وجود اسمه في الليست هذه؟ وفما والله وفما مسؤول اخر يخدم في ولايه صفاقس، مسؤول شنو الوظيفه نتاعو؟ ولده يخدم في 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 المنظومه العموميه من غير ما نذكر الاسامي. زاد هبط اسمه في القائمه المنتظره. بالنسبه لسيدي صالح، احنا اكبر منطقه في معتمديه صفاقس تضم 4000 ساكن، ينوبها 5 ولا 6 هلوم المذكورين مساكن، معناتها 5 ولا 6 من 155 مسكن، والبقيه تفرقت على اسماء اخرين احنا نعرفوهم، اسماء الناس معناتها مش مختصين حالتهم الاجتماعيه ميسوره. على ما يعني ماهمش مستحقين مسكن، وتقولي البعض ما ماهمش، لكن كما قابلنا السيد الوالي وحكينا معه في الغرض، قال انا من حقه السيد العمده ياخذ دار ومن حقه ياخذ كذا كذا، باكتشافنا احنا انه هو عمده سيدي صالح، هو بايع عار ورث مرته في 2015 وصب مطلب في 2016، تعمد العماده في 2021 واخذ دار في 2022. واضح سي فريد هو خطير برشا اللي قاعد تقول فيه. هذايا بشهاده اللجنه، هذه اللجنه اللي قابلناها وعندنا وقابلنا في الولايه، وسيد رئيس اللجنه هو اللي حكى عليه كيما هكا، قال راهو بايع ورث مرته في 2015 وصب مطلب نتاعو في 2016 وتم قبوله كعمده في سيدي صالح، واحنا ما نعرفوش شكون اللي نصبوا عمده عماده في سيدي صالح، ما نعرفوش، احنا اولاد الجهه ما نعرفوش، حتى اتجهنا له ونحسبوه احنا قاعد يقايم مع بالواجب معانا باش يتمكنوا من المساكن هذه، يصبح هو في القائمه هو الاول يتقيد بشيخ مسكن هو معنا في مسكن اجتماعي، مساكن المساكين مختلفة ناس اخرين اولى واجدر انهم يتحصلوا على المساكن هذه اللي ما عندوش خدمة اصلا، فما عندنا شكون داره طايحة، طايحة جملة طايحة ومتمكنش باش ياخذ مسكن من هذاك، مش موجود في الليستة اللي خرجت. وصاب دوسي في 2016 صاب دوسي في 2016 بما فيهم انا، بما فيهم السيد هذايا، بما فيهم برشا ناس معاقين يستحقوا، معاقين وما عندهمش، وما ما تذكرش من ذوي الاحتياجات الخصوصية، من ذوي الاحتياجات الاجتماعية. سي فريد بلي حبيت نسألك، أنا الليستة هذه اللي تم نشرها على وجه الخطأ تنشرت وشفتوها أنتوما، وإلا بالنسبة ليهم بالكش هكا يخيلوا لهم أنه عندهم الحق ياخذوا مسكن، هذيك علاش نشروا الليستة وإلا ما كانوش يتوقعوا أنكم تتحققوا في الليستة هذه؟ هو بمقابلتنا السيد الوالي قال راهو بالنسبة للعمدة عنده الحق ياخذ، احنا ما قلنا شيء، عنده الحق، لكن بالنسبة احنا كجيرانه كنعرفوه كإنسان فما ناس مستحقة أكثر منه هو، وقلت له سيد الوالي اطلع معنا للجهة وشوف عايز. احنا ماذا مش انا قال لي سلطة قال لي اللجنة الجهوية اللي طلعت، احنا ما عندناش لجنة محلية، احنا لو كان اتصلوا بلجنة محلية انا مشيت نفركس على لجنة محلية ما لقيتش، لقيت قال لجنة جهوية طلعت هذيك وثبتت مع سيد العمدة وسيد نسيب العمدة وهذوما اللي خذوا، معناتها هذوما سفريد هذوما خذوا المساكن سيئات، تمكنوا منهم المساكن سيئات سلموهم مزيد. هو رجع بالقرار بعد راس العام سيد الوالي ليه الفضل، قال انا مش نزيد نثبت في القائمه بعد راس العام ونشوفوا الاعتراضات، عملنا اعتراضات فوريه ونطلبوا من سيد وزير الشؤون الاجتماعيه ورئيس الجمهوريه يتم فتح تحقيق وتدقيق في القائمه النهائيه هذه المشكوك فيها،
واحنا لنا ثقه تامه بسياده الرئيس. وانا نشكرك برشا سي فريد على ثقتك فينا في ايفام انك تتدخل وتوصل الموضوع هذا عن طريقنا نحن، ولي نرجعوا له معك انت كل ما فما جديد. انا نطلب منك شخصيا تمدنا بالمعطيات الجديده بخصوص شبهه الفساد. ان شاء الله بارك الله فيك. يعطيك صحه، مرحبا بك. من قلت لنا شبهه فساد بخصوص المساكن الاجتماعيه، يقول لنا ناس عندهم وظيفه في الدوله، موظف معناها وعمده ونسيب العمده وغيره، يكونوا هما موجودين على راس القائمه وقت اللي فما ناس تستحق المساكن هذيا اكثر واجدر من الناس هذوما. الحقيقه ماذا بينا كل حد ياخو حقه، اذا العمده عنده الحق ما يسالش، اما هي تفسروا للناس هذوما، فما ناس محتاجين، فما ناس ما عندهمش مسكن، فما ناس ما نجمش يوفر سقف لعائلته كما كان يفسر لنا، فما شكون حتى داره طايحه عليه من المفروض. ويظهر لي هذي اللي نعرفوه احنا اللي محتاج اكثر الاولويه تكون لي هو، ما نسبقوش مالوغوزمون هذا يصير عنا في تونس. رواحنا واقاربنا وعائلاتنا وقت اللي يشوف عندهم الحق ولا ما عندهمش الحق في المساكن هذه، احنا نتحقوا من الموضوع اللي وصل لنا من عند المواطن الصحفي فريد سعداوي. هو يقول انا واحد من المتضررين، طلبت بمسكن لكن نلقى ناس اخرين هي اللي موجوده على راس القائمه. وقت اللي انا طلبت بالمسكن هذا منذ سنوات، انا وغيري نلقاو العمده واقارب العمده وناس مسؤوله وناس عندها وظيفه، زعما المساكن الاجتماعيه هذه معدل برنامج المساكن الاجتماعية هذه مخصصة للمواطنين ولا للمحتاجين؟ للمحتاجين جوست، ما نجموش نشكوا فيه. دونك تحقوا من الموضوع هذا ونعاودوا نرجعوا لكم احنا بكل ما فما جديد بخصوص المساكن الاجتماعية في ولاية صفاقس تحديدا في ساقية الزيت، واي اشكال اخر يهم المساكن الاجتماعية في تونس الكل مرحبا بينا ترحوه معنا في مع الناس. فاصل صغير نرجع لكم بعد شوية. انت الصحافي اطلبونا على 58 550 707. يفهم احلى راديو مدي ساعه 47 دقيقه، مازلنا مواصلين معكم في مع الناس، معكم انتوما مع اخباركم انتوما اللي توصلوهم على 58 550 707. مرحبا بمشغلكم الكل، وكل موضوع يهمكم راهو يهمنا نحنا بالاساس. نمشيو من صفاقس لولايه نابل ونكتشفوا المواطنين حفريات في جهه الجهمي من معتمدية سليمان. كان حسب تقديرهم بسبب مجموعه حفرت بكل سريه في الليل بحثا عن الكنوز. شنو طبيعه الحفريات هذه وتفاصيلها خاصة وكيفاش تصرفت أصولت مع الموضوع في مداخلة للمواطن الصحفي أسامة بن عائشة. أهلا وسهلا، مرحبا على إيفام. تحياتي ليك ولكل مستمعي ومتابعي راديو إيفام. أهلا وسهلا، مرحبا بك سي أسامة. كيفاش تم اكتشاف الحفريات هذه وإحنا قاعدين نتابعوا في صور على إيفام تي في اللي تسمعوا فينا؟ تنجموا تدخلوا على الباج فيسبوك نتاعنا وتتابعوا الصور هذه. كان تقولنا وقتاش فقتوا بهم كيفاش؟ قبل كل شيء هو برج الجهني، هو برج تاريخي، برج أغلبي من عهد الأغلب، موجود على شاطئ سليمان، يرجع تاريخه إلى القرن التاسع للهجرة، يعني ماهوش معناه ماهوش جديد، فهمت؟ هو أثري تاريخي، وتسمى هكاك نسبة للولي الصالح اللي مدفون بجنبه، ولذا المقام نتاع الزاوية غرمتها رمال. بطبيعة بحكم أني صحفي مهتم بالشأن المحلي لمدينة سليمان، يعني أبلغني أنه عن طريق اتصالات هناك حفريات في زوايا البرج، وفي أربع زوايا تم حفرها. المعلومات هذه استقيناها من مصدر من بلدية سليمان، يعني مصدر موثوق، اكد لنا انه تم حفرها، يعني حفر حفر عميقه فهمت جدا. قديش الغرق نتاعهم، قديش العمق نتاعهم الحفر هذوما؟ هي تختلف، فما الميتو فما الزوز ميتو، اصلا وصلوا معناها عملوا كدهارز معناها وصلوا شبيهه بالانفاق، معناها باش ما نقولش نفق شبيهه معناها. كانوا يعني اللي قاعد يقوم بالحفر هذوما كانوا عنده نقطة معينة ماشي لها متوجه لها حتى متوجه. اي حسب ما اكدته البلدية، حسب الصور وحسب المعطيات المتوفرة. نتسائل معك. اي وحسب ما قلت لكم حسب ما اكدته البلدية هو معناها للبحث عن الآثار والكنوز. والحفر هذه لحد الآن ما زالت موجودة. اي. وتهدد سلامة الموقع بالسقوط. هو ما قعدش في شيء معناه، لكن على الاقل هات نحافظوا على الموجود. والى حد سامحني الحادثة هذه وقتاش صارت؟ او على الاقل كيما نعرفوش وقتاش صارت الحفريات، وقتاش تم اكتشافها؟ ولت البارح. ولت البارح. هايلين هذوما. المكان المنطقة الأثرية هذي ولا المكان الأثري هذي، البرج اللي تحكينا عليه في جهة الجهمي بما يسمى، هل هو محمي من قبل السلطة المحلية وإلا مسيب هكيك اللي حاب يدخل يحفر يلوج على الكنوز كما الظاهر هذي اللي صارت الحادثة هذي؟
للاسف للاسف رغم مجهودات الجمعيه فما جمعيه تعنى باسم المنطقه جمعيه بوش الجامي رغم محاولات السلطه المحليه لكن للاسف هي بلاصه جايه متطرفه شويه وبحكم زاد الطرف الطقس والشتاء فما معناها تخلي الظروف مواتية باش يتم معناها الاعتداء على المنطقة الأثرية هذه حتى السور ما فماش هل فما بحث حل بخصوص الموضوع هذايا لأنه تقولي فما حفريات صارت كيما الدهليز تقريبا ما نعرفوش هل فما مثلا كانت فما قطع أثرية وفقدت الناس اللي حفرت هذوما هزت حاجة من الموقع هذا وإلا لا فما بحث حل بخصوص الموضوع؟ الى حد الان حسب اخر المعطيات البلديه يعني ابلغت السلطات المعنيه وهي تستنى يعني قبيلي في اخر اتصال تستنى في معناها الابن وامر رسمي خاطر ما تعرف هذه موقع اثري ما تنجمش تدخل محفور ولا تمس حاجه الا باذن معناها من المعلومات بوجود المختصين صحيح بالضبط بالضبط يعني يلزم الجهات المعنيه تكون في بالها وتأذنها باش تمس وتتدخل ونحب بالضبط نحب نذكر حاجه راهو بالنسبه للموقع هذا باش اول مره باش نقول على اي اف ام اخر زياره لي من قبل وزير ثقافه اخر زياره لي كانت عن طريق محمد زين العابدين في نوفمبر 2017 اخر زياره وعلى فكره راهم في بالهم بيه ويعرفوا يعني مادام وصل وزير وجا المنطقه ذيك فهمت في بالهم بيه وفي بالهم بالوضعيه الكارثيه اللي وصلته لكن راهو ما هنا حتى شيء كان شعارات كلمات ما فما حتى شعارات وحتى زيارات ماهيش مهمه كي تقولي الموقع الاثري هكيك مسيب مهمل مفتوح للناس الكل واحنا نعرفوا الظاهره الجديده هذه نتاع حفران الكنوز الناس تستغل الفرصه وتقولي منطقه فارغه وقريب للبحر وظليم وما فماش شكون يحرس الموقع هذايا اكيد وسهل جدا انه باش يتم الاعتداء عليه بالطريقه هذه اللي قاعدين نشوفوا فيها ونعرفوا راهو كي نحكيو على موقع اثري راهو كي تتحرك الحاجه من بلاصتها ما عادش نجم ترجع كما كانت ونجم ونخسروا الموقع هذايا بخلاف البحث ويأكد لنا ويقول لنا تمت سرقة حاجات من الموقع هذايا وإلا ليش شنو أسباب الحفريات هذايا اللي باش نرجعوا له في معطيات معاك أنت بما أنك المواطن الصحفي اللي بلغتنا بالخبر هذايا ونشكرك برشا سي أسامة بن عايشة يعطيك الصحة نعاودوا نرجعوا لكم في سليمان من جديد بخصوص الحفريات للبحث عن الأثار في الموقع اللي يتسمى الجهمي اللي كنتوا تشوفوا فيه معنا على اف ام تي في. احنا من سليمان نمشيو لموضوعنا اللي كما قلت لكم في بداية الحلقة مصرين وإنه نعطيهم الكلمة ويوصلوا صوتهم وخلينا نفهموا أكثر الموضوع الموالي مع الناس. باش نختموا حلقتنا مع الموضوع الغامض اللي بدينا فيه أكثر من مرة واللي يتعلق بالمواطن التونسي اللي توفى في ليبيا أسعد السلامي واللي آخر المعلومات اللي عنا تقول إنه يحمل زوز باسبورات زوز هويات مختلفة وهذا اللي عطل عملية نقل جثمانه إلى أرض الوطن. وين وصلت الحكاية وشنو مستجداتها مع المواطنة الصحفية ناشطة في المجتمع المدني نسرين عايشي؟ أهلا وسهلا مرحبا على إيفام نسرين باش تكون معانا كما قلنا تسويت بخصوص الموضوع هذي اللي الحقيقة حاولنا نوصل صوت العائلة في مرة أولى ولكن ملغزمون ما كانش ممكن كان من المفروض إذا يكون معانا أخو المتوفي أخو أسعد السلامي ولكنه توجه لليبيا باش يتحقق في موضوع وفاة أخوه في موضوع نقل الجثمان إلى تونس ولكن كيف ما تمكنناش وأنه نتحصل عليه. اليوم نرجع للموضوع هذي من جديد. هو كان غايب نذكركم 17 في ليبيا عائلته تحب تعرف أكثر معطيات على وفاته بخصوص نقل جثمانه إلى تونس باش يوصل ويتدفن في تونس أو لا وين التعطيلات نحب نزيد نفهمه أكثر الموضوع هذايا إلى أن تكون حاضرة معنا نسرين نحب نذكركم بالرقم اللي تتصلوا به وتوصلوا أخباركم هو 58 550 707. أنتم كلكم مرحبا بكم معنا تتصلوا وتوصلوا أخباركم وين ما كنتوا موجودين في تونس كما المواضيع المهمة اللي تناقلناها وتناولناها في مع الناس كما مواضيع اليوم بخصوص المساكن الاجتماعية وكيف زيدة الحفر بخصوص الكنوز هذه الظاهرة اللي ما حبتش تقف في تونس. نواصلوا معاكم بخصوص التونسي اللي توفى في ليبيا ومعانا كما قلنا ناشطة في المجتمع المدني نسرين عايشي. أهلا وسهلا مرحبا على إي إف إم. مرحبا بيك ومرحبا بي إف إم. مرحبا بيك نسرين معك أنت اليوم لأكثر توضيحات بخصوص الموضوع هذي كان زيد تعطينا أكثر معلومات عن الأسعد السلامي. هو كان غايب 17 سنة في ليبيا ما رجعش لتونس بتاتا في 17 سنة هذوما هكا ولا؟
اي بيان سور. شوف انا تو باش نحكي باسمي انا ونعلمك لي انا واحده من ادمينات لستان فان تونيزيا. مرحبا. المجموعه الكبيره يعيشك. مرحبا بك وعاجبني تعملوا فيه. ميرسي بوكو ربي فضلك. احنا دور نتاعنا كيف ما تعرف كان بسيط ما بين المواطن وعائله المواطن وما بين القنصليه العامه بليبيا. حبينا نسرعوا عمليه معناتها النقل الى معناتها التعرف على الجثه نتاعو باش نسهلوا العمليه نتاعنا رجوعه لتونس. توفى له نعم وعائلته تستنى فيه. حاولتوا تسرعوا، وين الاشكال نسرين؟ احنا الاشكال وقت كي اتصلنا بسيد القنصل العام لطرابلس سيد توفيق القاسمي مشكور هو ديجا تجاوب وتعاون معنا مش في ملف بركة في العديد من الملفات يا حمولي. دونك اكتشفنا ما نحبش ندخل في التفاصيل خاطر هذه امور معناتها تتعداني انا وتتعدى حتى اللي راه حتى يتم معناتها الكشف عليها بطريقه معناتها قانونيه من طريق القنصليه والا وزاره الخارجيه هي هي معناتها معناتها الممثل الوحيد اللي نجم نحكي في الملف هذا. دونك من اول نهار وقت كي تعرفوا عليه وتم التواصل مع خوه بعد صارت اشكاليه صغيره ما نحبش ندخل في التفاصيل ما عنديش الحق ميسيرش خلينا نربحوا الوقت انا نحب نعرف شنو حكايه الزوز هويات والزوز باسبورات اللي عطلوا العمليه نسرين. انا هذيك مع كل احترامي ما نجمش نعطي حتى ديتاي خاطر هي اهم نقطه بالاساس وهي اللي خلقت الاشكال هكا ولا هذيك من بعد نجموا تتصلوا بوزاره الخارجيه ولا بالقنصليه العامه التونسيه بطرابلس نجم تعطيكم اكثر ديتاي وتعطيكم تفاصيل من مصدر معناتها يكون هو ممثل المنطقه هذيك. بالنسبه لي انا دور نتاعي هي الحقيقه نسرين القنصليه هي اللي اكدت لنا الموضوع هذا انه يحمل زوز هويات هذيك وين صار الاشكال هويه الاولانيه لسعد سليم اللي خرج بها من تونس الهويه الثانيه وقتاش ظهرت شنو تفاصيلها كنت نجم تقدم المعطيات لا المعطيات ما نجمش ما عنديش صفه قانونيه باش نمثل انا باش نعطي المعطيات هي معناتها وزاره الخارجيه هي اللي تعطيكم معطيات ولكن الاكيد والمؤكد معناتها المعلومات اللي وصلتنا انه باش يتم نقل الجثمان نتاعو بعد ما يدخل خول للحدود الليبيه ويتعرف على الجثه وقدرة ربي يوصل غدوة لتونس باش يتم الدفن نتاعو اجراءات الدفن نتاعو في تونس. يعطيك صحة نسرين عايشي نشكرك برشا المواطنة الصحفية الناشطة في المجتمع المدني موضوع يستحق المتابعة واللي عطل الحكاية الكل وعملية نقله هو انه حامل لزوز باسبورات وزوز هويات هذايا الاشكال ونرجعوا للموضوع هذايا مرة أخرى نعطيكم عليه أكثر معطيات المهم وانه عائلته باش تمكن وانها تدفنوا في تونس في بلاد ولا يرحموا ينعموا لسعد السليمي بعد 17 سنة غايب على تونس توفى في ليبيا. الإشكال هذا يظهر مؤخرا وإحنا حاولنا نوصل صوت العائلة. نشكركم باشا اللي سمعتونا في حلقة مع الناس لليوم. شكرا لك أسامة سعفي في الإعداد باش نتقابلوا معاهم يا أسامة إن شاء الله بداية من 2 جان في نهار الاثنين في موعد جديد ل 11:30 متاع الصباح على EFM. كملوا تصلوا بينا على 58 550 707 وصلوا بقية أخباركم. يعطيك صحة أسامة على المجهود الجبار اللي عملته في 2022 نستناو أكثر منه في 23. كل عام وانتي حي بخير. إيكيب EFM الكل أمين ناس إيمان وإيهاب على EFM TV. كنت معكم جيهان بن عبدالله EFM زملائي وأصدقائي جيجي علي مين وإيمان طيب وEFM الكل. كل عام وانتم حيين بألف خير والمستمعين الكل إن شاء الله عامكم مبروك وإن شاء الله 2023 خير بألف مرة من 2022 في الأمان. مع الناس في نشر